شفتوا هي رايقة؟ شفتوا الروقان؟ تحبي مين يا شيماء يغني في فرحك؟ انت يا عسل يا حبيبتي قلبي. انت طبعا ده يشرفني. اه والله. هي ولا محمد حماقي يغنوا في فرحك؟ هما الاثنين. لا لا حماقي انت هتدخلي عليها تغني. هو حماقي يبقى العريس ان شاء الله. انا فرحت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. واحنا اكتر والله. واجمل حاجه في الدنيا ان الواحد يتكلم من قلبه وعلى طبيعته. ممكن الناس بتحبني كده، انا مش عارفه اكون فورمال قوي، فانا تمام زي الفل. طيب هو المفروض ان احنا عندنا عرف في البرنامج عندنا ان احنا ناخد سيلفي من غير كريزة، وكرسي ضيق والترابيزة ضيقة وكل حاجة ضيقة. أحسنت. ودلوقتي ختامها مسك حسام بقى يغني لنا حاجة. لا قبل ما نختم بس عايز أقول لك حاجة. اتفضل قول. هبالها قدامكم كلكم. انت عارفه انا دايما بقول عنها، بقول لها دايما بيني وبينها ما شاء الله بقى دي بنمسك الخشب بجد. هي وش الخير على كل اللي حواليها، دايما فيها حاجه لله، دايما اقول لها انت فيكي حاجه لله بجد. وعايز وعايز اقول لكم انه بعد 8 سنين اول مره اقف اغني اغنيه، بعد 8 سنين بقف اغنيها على المسرح بتاعها يا حبيبي. بعد 8 سنين لا في حاجه تانية لسه. واول سي دي مسكته ليا بعد 8 سنين ما مسكتوش غير وانا معاكي. مش هسيبك. الله. بعد 8 سنين والله ده دون جوان. ايه الجمال ده؟ ايه الهندي؟ ما شاء الله. شايفين الحلويات؟ يلا حسام غني. على فكره ده من اجمل البومات حسام حبيبي، انا سمعته كتير جدا. يعني احنا بقالنا 3 سنين تقريبا من بعد ما عملت البوم انا كتير كتير، واحنا بنشتغل في البوم حسام، والسي دي ده اتطبخ على ايدي، هيعجبكم جدا ومش خساره فيه ال 30 جنيه.